عشان ودكو الفرد انطيكو اياه ما ريده. حنا بعد ما نريده، النفس عافته. اعطيناك اياه لوجه الله تعالى. لا يا متروك، لا تقول لوجه الله تعالى، وانت تدري زين انه من حقي. خلاص الحين عذبناك وقضت، وانت تعرف زين انه ما حد يقدر يبوق بيا. روح امش من هاي. شلون ودك انا امشي؟ شلون ودك انا امشي الطريق كله؟ لا معي خيل ولا معي زواده. علامك يا رجال. روح امش من هاي قبل ما اغير رايي. امشي امشي ولا حطها بين عيونك. امشي. القاضي انا داخل على الله ثم عليك، تاخذ حقي بالصاع الوافي ابن مبارك واخوه علي وسلامتك. زين عندك شيء ثاني تريد تقوله؟ لا زودت ولا نقصت يا القاضي. دم وقعد المشعل. وين مبارك؟ هذا انا يا القاضي. دم جاي وقعد بهذا ودافع عن روحك باللي قال وعلى كالرجل. قاضي يا قاضينا اللي بحق الله وعدله ترضينا، احلفك بالله ومحمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. تصدقنا ولا تشذبنا، وتنصفنا ولا تظلمنا. حنا نحمينا ظافر بديرتنا وبيتنا، وهو دخيل ابوي ودخيل. يا عرب يا وجوه الخير، وين صارت هذه بيس وادي؟ نخون دخيلنا ونسود وجه ابونا لاجل ايش؟ لاجل المال؟ المال والحلال ما جود يا كثره بذكر الله. لا اله الا الله. ما احنا معتازين عطايا من احد. يا القاضي هذا اخوي علي، اسعى لو كان زليت. شيء اخير اقوله، ما احنا قليلين اصل لاجل نخون الدخيل ونسلمه الغريمه ونكون سالفة بين العرب وينقال مثلنا. وسلامت انت طولك وتطول الحاضرين. يعني ظافر يكذب باللي قاله؟ انا ما اقول يكذب، غير انه ما صدق بقوله. انا ود اعرف ليه جاي يشتكينا انا واخوي عندك. زين دم وقعد بمكانك. وين علي؟ هذا انا يا القاضي. قم جاي وقعد قبالي وعلمنا بالسالفه. علامتش خايفه؟ ايه ولا نسيت اللي يتقاضون عيالك بسواشينا تعيبهم طول العمر. اسكتي انتي، ما انا ناقصيتك. وش عليك مرتاحة مع ولدك الهبيلة؟ تخسي ولدي طيب القلب وما عنده البوق والخباثة اللي عند عيالك. ولدي تعبت عليه أنا ومتعب، ربيناه ونفتخر بيه، ما هو مثل عيالك. تراني جيت اليوم لجل أعرف حكم القاضي عليهم، ما هو لجل أتطمن. سلامتك يا القاضي. دم قعد بمكانك. يا ظافر عندك يا القاضي. عندك شهود؟ الشاهد اللي عينه لا تغفر ولا تنام، والنعم بالله. يا مبارك وعلي تحلفون اليمين؟ الحلف. احلف يا القاضي. شو تسوي يا مبارك؟ احلف اليمين يوبا. تحلف اليمين وتشدها يوبا. يا القاضي عندي كلمة ودي أقولها. قل طال عمرك. يعني خجلان من سواية عيالي مبارك وعلي، وما عرفت أربيهم على الأمانة والصدق
الصراحة ظافر قال كل شيء، كل اللي قاله صحيح. كان دخيلي وبوجهي وببيتي، لكن يا حسافة ما ظنيت إن الغدر يجي من أقرب الناس لي من عيالي. وأنا أشهد وأخوي فهد يشهد إنه شافهم يسلمون ظافر لمتروك وصايل، وأنا بحق حقي وحق ظافر من عيالي وحق بياض وجهي. يا الربع يا وجوه الخير، من عندي ومن عند الغارمين اللي سبقوني أحكم على مبارك وعلي بثنتين. الأولى بالقماش الأبيض يبيضون وجه أبوهم ويحطونه من بيت الشيخ هذا لما يصل بيت متعب، والثانية هي غنمين يدفعون الظافر 50 راس من الحلال، من حلالهم ما هو من حلال أبوهم، ومثلهن بعد 50 راس من الحلال لأبوهم متعب. وإن شاء الله أني ما ظلمت أحد وسلامتكم جميع. يا القاضي أريد أقول شيء. قل. البادية سلامتهم طولك ووجهك أبيض، وأريد أشكر العم متعب عليه إنك راع الأول يا عم، ووجهك أبيض بعون الله. والحاضر منكم يعلم الغايب أن العم متعب حماني ودخلني طناب بيته وتمالحنا سوى من زاده. يشهد الله أنه من رجال الغانمة وما قصر معي أبد. هذا حقك يا ولدي، والحق ينقال لو على قصر قبح. كفو كفو يا عيال، قوموا نفذوا الحكم بالقاضي. والله يا أخوي متعب عطيتهم درس ما ينسوه أبد، ولسه ما شافوا شيء. وش ناوي تسوي بيهم بعد؟ بعد بزوج ذياب، بسوي له عرس ما صار. وهيك يا عم متعب تكون خليت النار تاكل قلوبهم. يا ولدي يا ذياب، اختار البنت اللي تبيها وبسوي لك عرس كل الناس تتكلم فيه، لكن انسان طيب وقلبك صافي وعمرك ما سويت الغلط. استاهل استاهل. بالمبارك بالمبارك يا ولدي بالمبارك. الله يبارك بكم. بالمبارك يا اخوي ذياب. كله منك، لو ما سمعت كلامك من الأول كان ما وصلنا لهان. كنت تسوي روحك بري؟ كنت تنفذ كل شيء أقول لك عليه بساعة، حتى ما تقول لي ليه. وإيش يفيد الهرجة الحين؟ وإيش يفيد؟ الله ما يفيد شيء، حلالنا بننطيه لظافر وبنشتغل عند أبوه كروة. مو حي الله شيء، رعيان رعيان نشتغل عند أبوه. ظلنا على كبر، هيبتنا راحت بين الرجول.